السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان OSPF ASPR Summarization Configuration من كورس CCNP Routing and Switching Track CCNP Route. هنحل مع بعض اللاب رقم 15، وقال لي أنا عايز أعمل ASPR Summarization على راوتر 3. طب وإيه المانع برضه نعمله؟ نعمل برضه السمرايزيشن على راوتر 6، ما هو برضه ASPR. تمام، يبقى نعمل على راوتر 3 وبرضه على راوتر A6 زيادة من عندنا يعني. تمام؟ طب كلام جميل. تعالوا نروح لراوتر 3. خلي بالكم، أنا عايز برضه تتعود دايماً. تمام؟ شوف النتوركس قبل ما تدخل الكوماند وبعد. شو اي بي راوت، عايز ابص على النتوركس اللي هي 12.0 دي اللي ورا راوتر 8 في الريب. تمام، حلو قوي. طب روح بقى على راوتر 3 يا معلم واكتب ايه، راوتر او اس بي اف 1. هنا بقى مش هتكتب اريا كذا لان ده اس بي ار. تمام، طب هتكتب ايه؟ هتكتب سمري، سمري ادرس 192.168.12.0.255.255.0، وبعدين هتدوس انتر بس كده. تعال نروح راوتر 4 مره ثانيه. اعمل كمان مره، المفترض ال 24 دي هتتشال. اصبروا بس، اصبروا اهو. تمام، طيب عايز اعمل نفس القصه عند راوتر 6. حلو، روح على راوتر 4 كده وشوف النتوركس اللي ورا راوتر 6 اللي هم اول 16 اهي. تمام، طب روح راوتر 6 كده واعمل برضو سمري ادرس 16.16.0.52.0 وندوس انتر، وبعدين هنروح لراوتر 4 ونشوف هل راوتر 4 شاف السمري ادرس ولا لا. شافه بالفعل، 1024 هتتشال دلوقتي. اصبروا شويه لما الاربع ثواني دول يفوتوا اهو. تمام، حلو قوي. ده كده ملخص الحدوته بتاع الاي اس بي ار، سهل جدا طبعا. يعني احنا كده يعتبر خلصنا لاب 15. تمام، المحاضره الجايه ان شاء الله هنتعامل بقى او اس بي اف مع الفريم ريلي، مره بوينت تو بوينت ومره مالتي بوينت. تمام، افكارها هتبقى عاليه بقى، دي افكار سي سي اي اي. تمام، مع ان يعني الفريم ريلي اتشال من السي سي اي اي، بس انا بعتبرها برضو افكار سي سي اي اي، يعني لان هي كانت موجوده في السي اي اي قبل التحديث. اوكي، ايام ما كان الفريم ريلي موجود في منهج السي سي اي اي قبل ما يتشال يعني. وبرضو عشان نبقى ايه، تممنا خالص على الاو اس بي اف، وبرضو اننا نشتغل او اس بي اف مع فريم اللي هنخلينا نلعب في فيتشرز اكتر في الاو اس بي اف. انا بفضل الله يعتبر خلصت، اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.